من الخاخان الأعظم والظهير الأيسر، رأس الحرب الأشعث، كابتن هولاكو قائد التتار والمدير الفني للمنتخب الوطني المغولي. إلى فين الأمير عز الدين أيبك؟ الأمير عز الدين أيبك مات. البقاء لله. وفين الأمير أقطاي؟ الأمير أقطاي اعتزل. الله يرحمه. لا ده اعتزل عادي، ما ماتش، ممكن يدرب يعني. لا سيبوه. ايه الولد دمه خفيف بيهزر، ضحكته تتاري كده. استنى، انت عايز تفهمني ان في رساله ما وصلتكش؟ انت بتستهبل، الفيس مديني سين. وفين السيده اللي بتحكم مصر؟ ماما. ماما بتحكم مصر. ماما بتحكم مصر. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ماما؟ جت ايه يا استاذ؟ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ معلش ماما جت. ماما جت؟ وبابا جاي امتى؟ بابا غالبا الساعة 6. راكب ولا ماشي؟ لا ما انا لو قلت لحضرتك بسكليت هندخل في حتة. تهرج يا استاذ. لا والله. بابا ايه وماما ايه؟ جرايه يا جدع انت، هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا 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 ماما ده الاستاذ حمدي المخرج اللي حكيت لحضرتك عنه. انت ايه؟ ماما الاستاذ حمدي؟ استاذ حمدي ماما؟ اهلا يا حاج. اهلا يا خاوي. النور ده يا ماما، المفاجآت الحلوه دي. اصل انا كنت بزور خالتك اعتماد وخدت لها بقيه المحشي اللي كان فاضل منه. بصي ما ينفعش كلام المحشي والحاجات دي تتقال. ما ينفعش، انت منورانا. ما انا قلت لها خساره فيك المحشي. أوكي. وخدت ومشيت وقلت لا بقى، انا لازم اروح ازور ابني النجم الكبير. ما شاء الله عليك. لو بس تقعدي 5 دقايق ها تشربي حاجه كده وانا هخلص احكم مصر واخلص موضوع التتار ده. بصي منظره ما خلقهم ضيق. مش هينفع. يلا حبيبتي ميرسي قوي، منورانا. انا اسف يا استاذ. طيب. معلش ناس. ستاند باي هنصور. ايه ده بتعملي ايه يا حاجه؟ مش قلت هنتصور؟ ماما يلا سمع. اوكي المشهد ده اصله كلامه لعب كده. لا انت قدها يلا. سمع بقى. انا حافظها. قول. تقتلني يا بيبرس؟ تقتلني بخنجر مسموم؟ ايوه تقتلني وانا قولها لوحدك بقى. انا المشهد صعب، كلامه صعب قوي، انا مش بحب التاريخي ده. معلش قول يلا. تقتلني وقد كنت ساتنازل. ايوه عن كرامتي. ساتنازل عن ايه؟ ما تبصليش كده. عن الحكم. كنت هقول عن العرش. عرش ايه يا ابني؟ ده انت تنقص نص درجه كده. ماما بص بقى انا مش قادر، انا تعبان جدا. انا قلت لك كل دلوقتي وبحفظ بعدين. طيب طب شويه نحفظ بس. طب بس خد النسيره دي ترم عضمك. ده انت كمان شويه هتتقتل. وده لوحده بقى ما ينفعش على معده فاضيه. ده انت كمان شويه يا حبيبي هتاخد صفوريا في صدرك. يعني المشهد هيبقى محتاج حزق ومزق وقص ولزق. حزق ومزق وقص ولزق. كل يا حبيبي كل ده. انتوا بتتعبوا قوي يا ضنايا. يجوا يشوفوا اللي بيقولوا عليكم بتاخدوا فلوس قد كده. طيب يلا ستاند باي. اللي في بوقك ده يا استاذ. طيب اتفضل تف اللي في بوقك. حاضر. احمد انا علمتك كده؟ تف اللي في بوقك يا استاذ. حاضر. احمد هتبقى نوتي. تف اللي في بوقك بقى، خلينا نخلص. جرايه يا جدع انت، ما تسيبه يتهنى على اللقمه. خلاص ماما. ابلع براحتك يا ولد. بقول لك ابلع براحتك. حاضر بلعت، تفيت. طب يلا ستاند باي. طيب اتفضل يا حاج. ماشي يا اخوي. اند اكشن. هتقتلني يا بيبرس؟ هتقتلني ايه؟ فين الكلام؟ فين الكلام؟ رايحة فين يا حاجة؟ يا اخويا مش احسن ما يقشط لك على المشهد؟ الخنجر المسموم ارحمه.